نبتدي. بسم الله، هنتكلم عن منهج الميكانيكس 1 اللي هو ستاتيكس. انت هتاخد معانا ستاتيكس ان شاء الله الترم ده، والترم التاني لما تنجح في ده هتاخد حاجة اسمها دايناميك. الستاتيك اللي هي استاتيكا والديناميكا عندكم كانت في الثانوية العامة يعني. خلينا اعرفهم لكم الاثنين دلوقتي، لكن احنا هنتقابل طول الترم ده مش هنتكلم غير عن الستاتيكس. تعالوا نعرف يعني ايه ستاتيكس ويعني ايه داينامكس. نبتدي الاول بشابتر 1 انترودكشن عن الميكانيكس بصفة عامة، وهنتكلم عن جزء من الفيكتورز. طيب ايه هي الكونتنت اللي هنبتدي نتكلم عنها في الشابتر ده؟ ما تتخضوش، هي كتير شوية لكن كل حاجة هناخد عنها نبذة مختصرة. هنتكلم بسرعة يعني ايه ميكانيكس، هنشرح شوية كونسبت كده وتعريفات، بعد كده هنشرح شوية فاندامنتال برينسيبلز، مبادئ أساسية لازم تبقى عارفها. هنتكلم عن اليونتس، لأن مفيش مسألة هتحلها غير وانت حاطط اليونتس في كل اللي هي الوحدات يعني. حليت مسألة، جبت الفيلوستي السرعة لازم تحطي لي الوحدة بتاعتها، جبت الفورس لازم تحطي لي اليونت بتاعتها، وهكذا. فلازم تبقى عارف السيستم اوف يونت كويس قوي عشان تقدر تحل المسائل صح، لأن اليونت دي عليها درجات في الامتحان. بعد كده هنتكلم ازاي تحل المسائل، ازاي السيكونس اللي تتبعه عشان تحل المسائل، وبعد كده نشوف الاكيورسي الدقه بتاعتك وانت بتحل. هنتكلم بعد كده عن الفيكتورز. مبدئيا هنقول الريزلتنت اوف تو فورسز، محصله قوتين، وبعد كده هنتكلم عن المتجهات اللي هي فيكتورز، وبعد كده جمع المتجهات اديشن اوف فيكتورز ريزلتنت اوف سيفيرال كونكرنت فورسز. دي العناوين اللي هنخوض فيها النهارده ان شاء الله في محاضرتنا. سريعا، what is ميكانيكس، يعني ايه ميكانيكا، يعني ايه ميكانيكس؟ هو ببساطة شديدة علم بيوصف كل وبيتنبأ بالظروف بالconditions. هو الميكانيكس is the science which describes and predict، اللي بيوصف وبيتنبأ بالconditions، الظروف او الشروط of rest or motion of a body او of bodies of أو لأي جسم او للأجسام بصفة عامة. under action the action of forces، يعني ايه؟ يعني الجسم ده بيتعرض لفورس، الجسم ده بيتعرض لفورس بتشده، فورس بتضغطه، فورس بتزقه، فورس بتحركه. هنتنبأ ونوصف الكونديشنز بتاعت الريست يعني ستاتيك، والموشن اللي هو السكون يعني، والموشن اللي هي الحركه يعني داينامكس للاجسام دي اللي بتتعرض لفورس معين. ده علم الميكانكس، انا بشرح لك حاجات تعرفها وتفهمها، مش هاجي في الامتحان اقول لك اعرف الميكانيكس ولا اقول لي الكاتيجوريز اوف ميكانيكس يعني. طب ايه هي الكاتيجوريز اوف ميكانيكس؟ برضو ميكانيكس بتنقسم لايه؟ لريجيد بوديز اللي هي ستاتيك، وديناميك اللي هندرسها الترم ده الستاتيك، والديناميك اللي هندرسها الترم الجاي ان شاء الله. وبعد كده تاني كاتيجوري من او تاني نوع من الميكانيكس، من علم الميكانيكس، الديفورمبل بوديز، الاجسام اللي بيحصل لها ديفورميشن نتيجه لود معين اتابلاي عليها اتطبق عليها، والفلويدز، كل دي مواد تانية هتاخدها. ديفورمابل بوديز دي ماده هتاخدها في ماده اسمها بروبرتيز اوف ماتيريال مثلا، او اي ماده تانية تخص الماتيريال، والفلويدز دي هتاخدها في ماده كامله اسمها فلويد، ايا كان التخصص اللي هتدخله هتاخد الفلويد. بس الميكانيكا هي زي ما قلنا علم مهم جدا، علشان necessary prerequisite to their study. اي engineering science، اي علم هندسي، الميكانيكا دي prerequisite ليه. يعني ايه؟ يعني لازم تبقى فاهم الميكانيكا الاول، الميكانيكس دي الاول، عشان تقدر تفهم اي علم هندسي. ولذلك انت لازم تدرسها في اعدادي. لو دخلت مدني هتبقى محتاج مادة الميكانيكس اللي انت مذاكرها قبل كده، هتبقى محتاج انها تبقى حاضرة في ذهنك. لو دخلت ميكانيكا هتبقى محتاج الميكانيكس طبعا، دخلت كنترول او بايو او ايا كان القسم اللي هتدخله، كهرباء مع ايا كان، فانت محتاج علم الميكانيكس. يبقى الميكانيكس ده هو فاونديشن، اساسيات لكل الانجينيرينج ساينس. وعشان تدرس اي انجينيرينج ساينس لازم تبقى بيبقى ضروري بالنسبه لك ان الميكانيكس دي بري ريكويزيت ليه. يعني ايه بري ريكويزيت؟ يعني لازم تبقى عارفها الميكانيكس دي قبل ما تعرف الانجينيرينج ساينس. طيب هناخد كده سريعا حاجه اسمها فاندامنتال كونسبت، شويه تعريفات كده لازم تبقى عارفهم. مبدئيا هنعرف الاربع حاجات الاساسيين في علم الميكانيكس، السبيس والتايم والماس والفورس. السبيس هو ايه؟ هو ببساطه بيعبر عن البوزيشن اوف ا بوينت بي،
given in terms of three coordinates. يعني ايه؟ يعني النقطة ادي بوينت بي اهي في الفراغ، بي دي بتقع فين بالنسبة لمحور اكس وبالنسبة لمحور واي وبالنسبة لمحور زد، بتقع فين نقطة بي؟ يبقى انا كده درست البوزيشن بتاع البوينت بي في الثلاث محاور الأساسية اللي في الفراغ اللي هم اكس وواي وزد. ده كده اسمها معناها ان انا بدرس حاجة في السبيس، حاجة في الفراغ، تمام؟ يبقى السبيس هو علم بدرس منه موقع جسم معين او نقطة معينة بالنسبة للثلاث ابعاد او الثلاث. يبقى انا درست كده موقع البارتكل بي او الجسم بي او النقطة بي بالنسبة للثلاث محاور اللي في الفراغ. يبقى انا كده عرفت لك السبيس يعني ايه. طيب التايم ببساطة شديدة هو بيعرف الحدث. عشان تعرف الحدث، الوقت الحدث ده، انت محتاج specification، توصيف الوقت بتاع الحدث ده حصل امتى، والبوزيشن بس كده. يعني ايه؟ يعني الحدث الايفنت ده حصل امتى وفين. يبقى انا كده عرفت التايم بتاعه. يبقى التايم هو عشان اعرف اي حدث انا محتاج اعرف التوصيف التايم بتاعه. الماس ببساطة شديدة هي used to characterize and compare bodies، توصف وتقارن الاجسام. يعني ايه؟ يعني البادي ده الماس بتاعته 10 كيلو جرام، البادي ده الماس بتاعته 30 كيلو جرام، الماس بتاعته ده 100 كيلو جرام، وهكذا. يبقى انا كده قارنت بين الاجسام عن طريق ان انا عرفت كتلة كل جسم كام. response to يعني مثلا زي الايرث جرافيتيشن اتراكشن، بالنسبة للإيرث جرافيتيشن أتراكشن. يعني إيه؟ يعني البني آدم ده أو الجسم ده وزنه 60 كيلو جرام، والجسم التاني وزنه 80 كيلو جرام. هي 60 والتمانين دي ريليتد لإيه؟ يعني 60 كيلو جرام من إيه؟ من جاذبية الأرض. response to Earth gravitation attraction. طيب الفورس ببساطة شديدة هي هو الأكشن أوف وان بادي أون أنذر، حركة او الفعل اللي عمله جسم على جسم تاني. يعني انا جيت بايدي كده وقمت زقك، هي دي الفورس. الزقة اللي انا زقيتك بيها دي هي دي حركة الجسم بتاعي on another اللي هو حضرتك، اللي هو انت انا زقيتك. يبقى الفورس هي حركة بيأثر بيها جسم على جسم اخر. طيب علشان ادرس الفورس او اوصف الفورس characterized by its point of application، نقطة تأثيرها، عشان ندرس الفورس كويس يبقى لازم ابقى عارف هي اثرت فين بالظبط. يبقى البوينت اوف ابلكيشن نقطه اللي اتطبقت فيها او اللي اتاثرت عليها، والماجنتيود قيمتها قد ايه، والدايركشن اتجاهها ناحيه فين. يبقى عشان ادرس الفورس لازم ابقى عارف مكانها قيمتها والدايركشن يعني اتجاهها. انا بس النهارده بترجم كل الكلام بالعربي لكن ده مش هيحصل كتير بعد كده. طيب او بمعنى اخر الفورس is a vector quantity، هي كمية متجهة. يعني ايه كمية متجهة؟ استنوا شوية صغيرين ما تستعجلوش، النهاردة ان شاء الله قبل ما اخلص المحاضرة هتعرفوا يعني ايه فيكتور او متجه. في الميكانيكس بقى اللي نيوتن اخترعها لنا، السبيس والتايم والماس دول absolute concept، يعني حاجات اساسية في حياتنا ما بتعتمدش على حاجة، ما بتعتمدش على independent of each other، لا تعتمد كل واحدة على التانية، بيعتمدوش على بعض. لكن الفورس دي مش حاجة نشأة، مش حاجة أساسية، الفورس دي حاجة ديبندز على التلاتة دول. الفورس حصلت فين السبيس، يعني مكانها فين بالنسبة للمحاور اللي هو البوينت اوف ابليكيشن اللي قلنا عليه، والتايم امتى حصلت، والماس كانت بقد ايه، علشان اقدر اقول بعد كده من الماس دي هجيب الفورس وهوريكم ازاي عن طريق قوانين نيوتن طبعا اللي كلكم عارفينها. طيب هناخد برضو شوية فاندامنتال برينسيبلز صغيرة قبل ما ناخد اليونتس. ايه هي البرينسيبل اللي عايزين ندرسها؟ قوانين نيوتن. قانون نيوتن الاولاني قال ايه؟ كلكم عارفينه طبعا، بعضكم عارفه بالعربي وبعضكم عارفه بالانجليش، همشي على مزاجكم انتوا الاثنين. الكلام ده هيكون في اول محاضره زي ما اتفقنا. if the resultant force on a particle is zero، لو ان محصله القوه على اي particle على اي جسم الزيرو، ما فيش محصله قوه يعني،
يعني مفيش قوة بتأثر عليه أو الفورس اللي بتأثر عليه محصلتها زيرو. The particle will remain at rest، يعني الجسم ده هيظل ساكن. يبقى يظل الجسم الساكن ساكن ومش عارف متحرك متحرك ما لم تؤثر عليه قوة تغير من، مش فاكرة والله بصراحة سامحوني يعني مش فاكرها بالعربي خالص، لكن أنا فاكرة كلمة يظل الجسم الساكن ساكن دي، فاكرة من البداية بس. يبقى أي جسم في قدامي أهو لو هو ساكن وما تأثرش بفورسز، أو أنا زقيته من الناحية دي بفورس مقدارها 10 كيلو نيوتن ومن الناحية دي بفورس مقدارها 10 كيلو نيوتن، يبقى دي تلاشت دي واحدة بالموجب واحدة بالساكن، يبقى الجسم ده هيفضل ساكن زي ما هو لأن محصلة القوة اللي بتأثر عليه بتساوي زيرو. أو continue to move in a straight line، أو بيظل الجسم المتحرك متحرك برضه بس متحرك بنفس سرعته وبنفس خط اتجاهه، يعني ما تأثرش بالفورس دي. طيب في القانون الثاني قال ايه؟ قال ان ال particle will have an acceleration، اي جسم ليه acceleration عجله proportional to a non-zero resultant applied force، ال acceleration بتاعته العجله بتاعته بتتناسب طرديا مع ال non-zero force، مع الفورس اللي مش مقدارها بيساوي زيرو ولا حاجه اللي هي ليها قيمه يعني. يبقى انا بأثر على الجسم ده بفورس والجسم ده ليه عجله ماشي بعجله معينه باكسلريشن معينه، اذا بيتناسب طرديا الفورس مع الاكسلريشن. يعني اف بتتناسب طرديا مع ايه؟ يعني اف بتساوي كونستانت في الايه، الكونستانت الثابت ده هو مين؟ هو الماس بتاعه الجسم، كتله الجسم. قانون نيوتن الثالث قال ايه؟ قال ان سوري قال ان الفورس اوف اكشن اند رياكشن اللي هو لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، يعني الفورس اوف اكشن اند رياكشن الفورس بتاعه الفعل ورد الفعل between two particles have the same magnitude ليها نفس المقدار and line of action with opposite sense أو with opposite direction. في قانون رابع كده هو مش فورث لو ولا حاجة، لكن هو اسمه نيوتنز لو اوف جرافيتيشن، القانون نيوتن للجاذبية، ان اي two particles are attracted with equal and opposite forces. في الحالة دي الفورس بتساوي لي الجي في الماس بتاعت الجسم الاولاني مضروبة في الماس بتاعت الجسم الثاني على الار سكوير، والار دي هي الراديوس اوف كيرفيتشر اللي هي نص قطر الكيرفيتشر، يعني الكيرف نص قطر الدايرة اللي بيلفوا فيها يعني. والويت هو ام، بما ان الوزن هو الماس في عجلة الجاذبية الوزن بيساوي ام جي، اذا الجي هتساوي، عوض هنا كده، هتساوي الجي الاكسلريشن الجرافيتي بتاع الجسم الاولاني الكبير يعني في الماس بتاعه الجسم الكبير على الريديوس اوف كيرفيتشر لنفس الجسم. برضو يعني مش عمري ما همتحنك في قوانين نيوتن، يعني مش هقول لك سمع لي قانون ولا حاجه، لكن لو اضطرينا نعمل ابحاث هيكون ممكن تتسال في حاجات تانية تخص قوانين نيوتن، لكن مش حاجة يعني هتحتاج انت القوانين دي بس، لكن ما تقعدش تسمع لي وتحفظ لي قوانين، اعرفها وخلاص. هنا كده بس لما بقول لك ان الريزلتنت بتاعه الفورس، يعني لو انا عندي بارتكل اسمه كيو وبارتكل تاني اسمه بي، او فورس اسمها بي وفورس اسمها كيو بيأثروا على النقطه دي، فالريزلتنت بتاعتهم هتكون بالشكل ده. جه منين الريزلتنت في الاتجاه ده بالذات او في الدايركشن ده؟ هوريك دلوقتي لما ناخد الفيكتورز. طيب هنتكلم عن السيستم اوف يونتس، نظام الوحدات. ازاي هتحط الوحدات؟ والله انا عندي نظامين وهتدرس المسائل بالنظامين دول، حاجه اسمها انترناشونال سيستم اوف يونت وحاجه اسمها كاستمري يونت او كاستمري سيستم اوف يونت اللي هي اليو اس واللي هي الاس اي. الاس اي دي اللي هي السيستم انترناشونال او انترناشونال سيستم. طيب كل واحد فيهم ليه ده اللي العالم كله شغال بيه، الانترناشونال سيستم ده كل الدنيا شغاله بيه، ما عدا مين؟ ما عدا الناس اللي شغاله بده اللي هقولها اذكرها لك دلوقتي. ذا بيزك يونتس ار اليونتس الاساسيه هنا ايه؟ هي اللينس والتايم والماس، الثلاثه دول هم اليونتس الاساسيه في اللينس بالمتر
والتايم بالسكند والماس بالكيلوجرام زي ما كلنا عارفين. طب امال هجيب الفورس ازاي؟ الفورس دي مشتقه درايفد يونت اكوردنج تو سكند نيوتن لو. قانون نيوتن الثاني قال لي ايه؟ قال ان الفورس بتتناسب طرديا مع الاكسلريشن مع العجله، يعني الفورس بتساوي الماس في الاكسلريشن. طيب الفورس اللي انا مش عارف اليونت بتاعتها لسه بتساوي الماس اللي هي كيلو جرام في الاكسلريشن اللي هي متر على الثانيه سكوير، يبقى كيلو جرام في متر على على سكوير سكند اسمها نيوتن. يبقى الواحد نيوتن بيساوي واحد كيلو جرام في واحد اكسلريشن اللي هو متر على ثانيه سكوير. امال اليو اس ده ايه؟ اللي هو الكاستمر يونت. امريكا قالت انا مش هشتغل زي الناس دي، النظام ده بتشتغل بيه امريكا بس. قالت ان انا عندي 3 بيزك يونتس هما اللينس والتايم والفورس، لكن الماس الماس هشتقها، الماس هي اللي هتبقى دريفاتيف او درايفت يونت. طب ازاي؟ اللينس بالفوت، لو تعرفوا حاجه اسمها القدم، القدم يعني ناس كانوا زمان بيقيسوا بيها اجدادنا، والتايم بالسكند طبعا في كل العالم، والفورس بحاجه اسمها الباوند الرطل. الماس از درايفد يونت از درايفد يونت، يبقى انا هشتق الماس من اليونت الاساسيه اللي عندي اللي هي ايه؟ الفورس بتساوي ام في ايه، يبقى الام بتساوي فورس على ايه؟ على اكسلريشن. اللي انا مش عارف الماس انا لسه هشتقها بتساوي لي الفورس قلنا بالباوند بالرطل يبقى واحد باوند، والاكسلريشن اللي هي بدل المتر على الثانيه تربيع هتبقى المتر هنا اسمه فوت اللي هي وحده قياس اللينز على الثانيه تربيع، يبقى واحد باوند على واحد فوت على سكند. من هنا كده هتكون على سكند سكوير، على فكره هتكون هي السلاج، استنى اصحح لكم دي واخليها الكوستور سكوير، لا هي للاسف مش هتتعدل، بس خليكم فاكرين انها فوت على سكوير سكند. يبقى لما اجيب لك مساله بالماس بالكيلو جرام والحاجات وهكذا تمشي لي بالنظام ده، ولما اجيب لك مساله اللينس فيها بالفوت والفورس فيها بالباوند تمشي لي بالنظام ده، لازم تذاكر الكلام ده كويس. سريعا جدا جدا النسيت اوف بروبلم سوليوشن، مش هتكلم في الموضوع ده اكتر من ان انا هقول لك طريقه حل المساله. اول حاجه بروبلم ستيتمنت، تطلع لي الجيف زي ما بتعمل كده وانت في الثانويه العامه، بتطلع الجيفنز المعطيات والريكويرمنت المطلوب وتقول السوليوشن، تبتدي تحل. ابتدي احل ازاي؟ يبقى هنا كده ده الكلام ده، ابتدي احل ازاي؟ اول حاجه بترسم حاجه اسمها الفري بادي دياجرام. ازاي ارسم الفري بادي دياجرام ده؟ هترسم دياجرام فيه كل الفورسز اللي بتاثر على الجسم. طيب وازاي ده؟ هوريهولك في حل المسائل بعد كده، ما تستعجلش. بعد كده في فاندمنتال برنسبلز اللي هي السكس فاندمنتال برنسبل اللي هتعرفهم برضو في شابتر 2، ما تستعجلش عليهم، لكن تبقى عارف ازاي بتحل بالمعادلات. يعني الست معادلات او الست فاندمنتال برنسبلز دول هم ست معادلات هتاخدهم علشان تقدر تحل بيهم المسائل. وبعد كده بعمل سوليوشن تشيك، مش عايزه اضيع وقتكم في الموضوع ده، المهم بس تبقى عارف ازاي بتمشي السيكونس الترتيب بتاع حل مساله. حاجة اسمها أخيرة هناخدها اسمها نيوميريكال أكيورسي، والله مش عايزة أديها لكم أصلا يعني، بس هي بس عشان موجودة في الكتاب. الحاجات دي مش هتتسأل فيها ما تقلقش، إحنا بنعلمك إزاي تحل مسألة، إزاي تدرس الدقة بتاعتك. يعني الأكيورسي بتاعت الحل بتاعك ديبندز على حاجتين، أول حاجة الأكيورسي أوف ذا جيفن داتا، إزاي تبقى متأكد إن الداتا اللي جيفن أنت ناقلها صح. بعد كده الأكيورسي أوف ذا كومبيوتيشن بيرفورمد، كومبيوتيشن اللي هو طريقة حساباتك معادلاتك، عوضت سبستيتيوت كل المعادلات، بعد كده ابتديت تحسب بالكالكوليتر. بس خلاص بيقول لك بقى ان الحساب بالكالكوليتر بعد كده بيدي نسبه ايرور بسيطه جدا، لكن الحساب كلام فاضي كله يعني. نبتدي ناخد الريزلتنت اوف تو فورسز. بصوا كده احنا من الكونتنت بتاعتنا خدنا ايه؟ خدنا ده 2 3 4 5 6، بس لما شفتهم كتير كده انا متاكده ان انتوا بعضكم عايز يقفل المحاضره ويقوم ينام. هناخد دلوقتي الريزلتنت اوف تو فورسز، نبتدي بقى في الشغل اللي هو فعلا هنبتدي نذاكره ونحل عليه. ناخد الريزلتنت اوف تو فورسز،
الهدف من دراسة الشابتر ده او الـ resultant of two forces دي ان انا اقدر اجيب investigate the effect of forces of a particle on a particle by replace. يعني ايه الكلام اللي انا كاتباه اللي مالوش لازمة ده؟ يعني ازاي اقدر استبدل الفورسز الكتير اللي بتأثر على particle على اي جسم by replacing multiple forces acting on a particle with a single equivalent or resultant force. يعني ايه؟ يعني اقدر استبدل الفورسز الكتير اللي بتأثر على الجسم ده بفورس واحدة اسمها الريزلتانت فورس. طيب يعني ايه؟ يعني اجيب المحصلة بتاعت القوى الكتير اللي بتأثر على الجسم. عرفنا الفورس قبل كده، قلنا ان هي الاكشن اوف وان بادي اون انذر، وبتتحدد بي او بتتوصف بي البوينت اوف ابليكيشن والماجنيتيود واللاين اوف اكشن، يعني مكان تأثيرها وقيمتها مقدارها، واللاين اوف اكشن اللي هو اتجاهها. يعني ادي فورسز مقدارها 10 باوند. نرجع تاني معلش للسيستم اوف يونت اهي، قلنا ان الفورس ممكن اقول لك ان هي بالباوند، او ممكن اقول لك ان هي بالنيوتن اللي هو كيلو جرام في متر على الثانيه على الثانيه سكوير. طيب يبقى انا عندي فورس مقدارها 10 باوند او 10 كيلو نيوتن، مش هتفرق كتير، بتاثر على البوينت ايه. يبقى انا عرفت فين البوينت اوف ابليكيشن، نقطه تاثيرها بتاثر على نقطه ايه. فين الماجنيتيود بتاعتها 10 باوند. فين اللاين اوف اكشن اللي هو اتجاهها الدايركشن بتاعها، بتاثر بزاويه مايله على الهوريزونتال على الافقي بزاويه 30، مقدارها 30 درجه. طب تمام. The combined effect of two forces may be represented by a single resultant force. الكلام اللي احنا بنقوله هنا اللي هو two forces او اكتر اقدر استبدلهم بالريزلتنت بمحصله القوتين دول. يعني لو انا عندي نقطه A باثر عليها بفورس اسمها B وفورس اسمها Q، يبقى انا هستبدل ده بفورس واحده اسمها R هي محصله القوتين دول. رسمتها كده ازاي هوريكم دلوقتي حالا. الريزلتنت فورس دي هي الدياجونال بتاع الباراليلوجرام. يعني ايه؟ يعني انا عندي ضلع اسمه Q وضلع تاني اسمه B، اللي هي الفورس B والفورس Q، اقفلهم لي باراليلوجرام. باراليلوجرام دي اللي هي متوازي ضلع، فاقفل لي البي، اقفل لي، اعمل لي هنا باراليل موازي للكيو وهنا باراليل للبي موازي للبي. يبقى انا كده قفلت الباراليلوجرام. الار دي تبقى ايه؟ تبقى الدياجونال بتاع الباراليلوجرام دي، الدياجونال اوف ذا باراليلوجرام ويتش كونتينز ذا تو فورسز ان ادجيسنت ليجز، اللي هي التو فورسز ده دول ضلعين فيه. رسمت دي ازاي؟ لازم تكون موازيه وبالمقاس بالظبط قد بي. ورسمت دي ازاي؟ لازم تكون موازيه وبالمقاس بالظبط قد كيو. يعني لو دي 10 كيلو نيوتن ودي 30 كيلو نيوتن، يبقى انا هرسم هنا كده 30 كيلو، ورسمها هنا مثلا 30 سنتي يبقى او 30 ملي، يبقى هرسم هنا 30 ملي. ودي 10 كيلو جرام او 10 نيوتن، يبقى هرسمها مثلا 10 ملي وهرسم قصادها 10 ملي بالظبط. يبقى انا كده رسمت الباراليلوجرام، قفلته بالمنقله وبالزوايا وبالاضلاع وبالاطوال وكل حاجه. يبقى الريزلتنت فورس المحصله بتاعتي اللي هي الدياجونال القطر الكبير في الباراليلوجرام. دي طريقه اقدر احل بيها المساله، ان انا اجيب المحصله بالرسم من غير ما احسب حسابات. طريقة الحسابات هناخدها معاكم النهارده ده وده ان شاء الله، حسابات والرسم. هناخد الفيكتورز. الفيكتور هو بارامتر، الفيكتور هو بارامتر having magnitude and direction which add according to the parallelogram law. زي ايه؟ displacement, velocity, acceleration. الحاجات دي متجهات، اقدر اقول انها كمية متجهة. ليه؟ لان ليها magnitude و direction. يبقى الفيكتور ده parameters have magnitude direction. يعني الفورس اقدر اقول انها فيكتور؟ اقدر اقول، لان الفورس ليها مقدار واتجاه. الفيلوستي اقدر اقول انها فيكتور؟ ايوه اقدر اقول انها فيكتور، لان ليها مقدار السرعه ده كام، العربيه دي ماشيه بسرعه كام وفي اتجاه معين انا عارفه. اذا السرعه كميه متجهه، وبالتالي الاكسلريشن والديسبيسمنت اللي هم العجله والازاحه. طيب السكيلر، يعني نعرف يعني ايه فيكتور ويعني ايه سكيلر. السكيلر هو بارامتر، هو بارامتر بوسنج ماجنيتيود بات نوت دايركشن. يعني حاجه انا عارف الماجنيتيود بتاعتها لكن مش هعرف اجيب لها دايركشن، زي التمبريتشر مثلا،
التمبريتشر دي انا عارف ان درجة الحرارة دلوقتي 27 درجة مثلا، لكن الدايركشن كام؟ مفيش حاجة اسمها كده. الماس، الجسم ده كتلته، الراجل اللي واقف قدامي ده وزنه او كتلته او وزنه 90 كيلو جرام. يعني انا اقدر اقول ان الراجل ده وزنه 90 كيلو جرام، لكن في انه اتجاه؟ مفيش حاجة اسمها كده. يبقى الماس والفوليوم، الحجم والتمبريتشر، دي حاجات اسمها سكيلر وليست كميات متجهة. الفيكتورز بقى عندي نوعين من الفيكتور، حاجة اسمها ايكوال فيكتور هاف ذا سيم ماجنيتيود اند دايركشن، يعني دي نفس الاتجاه ونفس المقدار، يعني فورس مقدارها 10 كيلو نيوتن وفي الاتجاه ده، وفورس تانية مقدارها 10 كيلو نيوتن في الاتجاه ده. اقدر اقول ان دول تو ايكوال فيكتورز. لكن في حاجة اسمها نيجاتيف فيكتورز، اللي هو او النيجاتيف فيكتور اللي هو ليه سيم ماجنيتيود لكن الدايركشن او لكن الدايركشن مختلف، يبقى هاف ذا سيم ماجنيتيود اند اوبزيت دايركشن. ازاي اديشن الفيكتورز؟ اديشن اوف فيكتورز يعني بجمع الفيكتورز ازاي؟ والله عندي حاجه اسمها الترابيزويد رول، اللي هي ان انا برسم الباراليلوجرام زي ما اتفقنا عشان اجمع الفيكتورز دول او اجيب المحصله بتاعتهم. يعني الباراليلوجرام اللي هو عندي فورس اسمها كيو وفورس اسمها بي، بمقدار الكيو بعمل موازي لي، وبمقدار البي بنفس مقدارها بنفس قيمتها بعمل موازي ليها، وبالتالي قفلت انا كده باراليلوجرام. دي اسمها الترابيزويد رول او الباراليلوجرام رول. وفي الاخر بجيب الدياجونال الكبير، بيكون هو ده المحصله اللي عندي. حاجه اسمها تانيه اسمها تريانجل رول فور فيكتور اديشن، عشان اعمل اديشن للتو فيكتورز دول هم البي والكيو، برسم حاجه اسمها تريانجل او بعمل بطبق التريانجل رول، اللي هو ادي عندي الفيكتور بي وادي الفيكتور كيو اللي بيأثروا على نقطه ايه. تمام، ادي بي، هاخد بي ارسمه هنا كده، ادي بي، ومن عندي نهايه بي هرسم كيو بمقداره بنفس مقدارها واتجاهها. من عندي نهايه بي الكيو في الاتجاه ده ومقدارها كذا، هرسم الكيو في الاتجاه ده وبنفس مقدارها. الاتجاهات دي هتحتاج منك معلش انك تبقى معاك منقله. هنرجع بقى لثانيه اعدادي، واقفل الدياجونال او القطر بتاع المثلث، بيكون هو ده الريزلتنت بتاعي، وبيكون هو ده البي بلس كيو. طيب على المثلث ده اقدر اجيب اطبق حاجه بقى، ان انا اجيب الريزلتنت بالمعادلات، اقدر اطبق حاجه اسمها اللو اوف كوزاينز، يعني منها اقدر اقول ان الار سكوير اللي هي المحصله سكوير بتساوي الجي سكوير بلس كيو سكوير ماينس 2 بي كيو كوزاين بيتا. مين بيتا؟ هي الزاويه بين المتجهين اللي انت رسمتها، مش الزاويه بين المتجهين اللي جيفن، لا انت رسمتهم بشكل مختلف هنا في المثلث، اللي هي سميت الزاويه دي بي او بيتا. يبقى الار بتساوي الجذر التربيعي السكوير روت لبي سكوير بلس كيو سكوير ماينس 2 بي كيو كوزاين بي. طيب اللو ده كان اسمه اللو اوف كوزاينز. اللو اوف ساينز بطبقه ازاي؟ ساين الزاويه ايه؟ ساين كل زاويه على الادجيسنت الضلع المقابل ليها. ساين الزاويه ايه على الضلع كيو؟ يساوي لي ساين الزاويه بي على الضلع اللي هو الريزلتنت المحصله، على ساين الزاويه سي على الضلع المقابل ليها اللي هو بي. خد اتنين منهم اللي انت محتاج منهم واحده وطبقها. يعني انا مثلا محتاج الريزلتنت، عندي دي وعندي دي وعندي دي، وواحد الطرفين دول وجايب المجهول اللي عندك. بس ده كل اللي انا عايز اقوله لك. في اضافه سريعه بس اقولها لك، ان الفيكتور اديشن از كوميوتيتيف. يعني ايه؟ يعني بي بلس كيو هي هي كيو بلس بي، 5 زائد 8 هي هي 8 زائد 5. طيب برضو معلومه سريعه كده، لو انا عايز اعمل اكتر من 2 يعني 3 فيكتورز اور مور، يعني هطبق اكتر من 2 فيكتور، يعني هنا كده كان الكلام على متجهين بس بي وكيو. طب لو انا عندي 3 مثلا بي وكيو اس، برضه هعمل البوليجون رول، هطبق حاجه اسمها البوليجون رول، اعمل لهم بوليجون ادي بي وارسم منها زي ما رسمت المثلث هنا بي ومنها ارسم كيو. يعني لو انا عندي كده ادي كيو وادي بي وادي مثلا في الاتجاه ده اس، يبقى ابتدي اخد من نقطه ايه ارسم البي
وبنهاية البي بنفس مقدارها واتجاهها، يعني الزاوية بتاعتها ارسم الكيو، وبنفس ومنها من نهاية الكيو ارسم اس واقفل البوليجون ده، هيديني الريزلتانت فورس. برضو هنا الفيكتور اديشن مش اكيوميوليتيف، اس اسوسييتيف، يعني البي بلس كيو تبادلي بلس اس هي هي البي بلس كيو زائد اس هي هي البي، وخد الاس والكيو مع بعضهم مش هتفرق يعني. طيب انا عارفه ان انا عماله اقول كلام نظري كتير، لكن خلاص قربنا ناخد الاكزامبل، انا بس لازم اشرح لك الرولز دي عشان لما نحل المسائل ابقى شرحت لك كل حاجه، فلما اجي اعمل اي خطوه من دول جوه المساله تبقى انت فاهم ان انا جبتها منين، تقدر ترجع للمحاضره تاني تسمعها وبعدين تحل معايا المساله. المحاضره معاك على الاي ليرنينج مش هتتشال خالص غير لما انت تمتحن في اخر الترم، يعني تقدر في اي وقت ترجع للمحاضره تسمع الشرح بالفويس بصوتي وقت ما انت عايز في اي يوم تاني، بعد اسبوع بعد اتنين بعد تلاتة، المهم تسمعها اول ما تنزل لك عشان تقدر تحل الاسايمنت. بعد كده بقى عايز تعيد الشرح تاني، ودي ميزة عن ان انا اقابلك اونلاين يعني لايف، دي ميزة هقابلك لايف على زوم او على مايكروسوفت تيم او على اي برنامج هنحمله او نطبقه مع بعض، مفيش مشكلة ودي حاجة كويسة، بس اللي حضر حضر واللي ما حضرش ما حضرش، واللي حضر وسمع لو حب يرجع للمحاضره تاني مش هيلاقيها. لكن الميزه ان انا ارفع لك على الاي ليرنينج ان المحاضره مشروحه ومتسجله بالصوت والصور قدامكم او الباوربوينت قدامكم البرزنتيشن قدامكم، تقدر قوي في اي وقت تفتح وتسمع المحاضره زي ما انت عايز. الكونكرنت الريزلتنت اوف سيفرال كونكرنت فورسز، يعني لو انا عندي فورسز كتيره هي هي زي اللي فاتت اهي، ادي فورس بي وفورس كيو وفورس اس، هرسم بوليجون برضو ادي البي ومن اخرها ارسم الكيو بمقدارها وباتجاهها. ازاي يا دكتور هنرسم الكيو بمقدارها وباتجاهها؟ هوريكم ده في المسائل دلوقتي. ومن اخر الكيو هرسم الاس بمقدارها وباتجاهها، الاس كان اخرها هنا لان كان الابسوليوت بتاعتها او الماجنتيود بتاعتها قليله، خلاص يبقى اخرها هنا. ابتدي اقفل الشكل الرباعي اللي قدامك ده، وهتكون هي دي الريزلتنت. يعني ايه؟ يعني انا لو رسمت كده وجبت وقست الريزلتنت هتطلع لي مثلا بمقدار معين، لو طبقت القوانين هتلاقي هي هي الريزلتنت فورس نفس المقدار اللي انت قايسه من هنا ومطلعه. تمام. الفيكتور فورس كومبوننت تو اور مور فورس فيكتور ويتش توجذر هاف ذا سيم افكت از اسنجل فيكتور او اسنجل فورس فيكتور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي هي ليها نفس الماجنتيود والدايركشن بتاعه الريزلتنت. لو انا الفورس هنا كيو وبي وقفلت لهم البول الباراليلوجرام بقت الريزلتنت اهي، قفلت هنا للباراليلوجرام المختلف ده بقت الريزلتنت هنا. لو انا عندي كيو وبي مختلفين يعني يقصد يقول لك ان كل اختلاف للفورس هيديك ريزلتنت ثانيه خالص، غير مهما حتى لو الدايركشن واحد والمقدار مختلف هيديك، لكن ذا سيم هاف ذا سيم افكت اوف ا سنجل فورس فيكتور، ليها نفس التاثير. يعني هنشوف ده بالمسائل دلوقتي. نيجي نبتدي ناخد اكزامبل 1، ذا تو جيفن فورس اكت اون ا بولت، التو جيفن فورسز دول بيأثروا على بولت مسمار ات بوينت اي. فالراجل دلوقتي بقى مهندس ان شاء الله، فلازم تبقى عارف المسمار ده بيتأثر بيتشد الناحيه دي فورس وبيتشد الناحيه دي فورس، نتيجه لانه راكب في كومبوننت مثلا او ككومبوننت في اي ماشين في اي مكنه، فبيتاثر بلود من الناحيه دي ولود من الناحيه دي. ديترماين ذير ريزلتنت، احسب المحصله بتاعه القوتين دول. ادي عندي بي وادي عندي كيو، شايف بي وكيو كانوا هنا ازاي؟ اهي ادي كيو وادي بي، يبقى حاجه شبههم اهي، جبت لك حاجه يعني مقاربه في الشبه للي انت اللي انا عمال اشرحه لك. طيب وبي الزاويه بين بي وكيو 25 درجه، والزاويه بين البي والهوريزونتال 20 درجه الافق، يبقى الزاويه بين الكيو والهوريزونتال كام؟ 45 درجه. ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا اجيب محصله القوتين دول. طب معلش قبل ما ناخد الحل نرجع تاني للفيكتورز، قلت لك يا اما تحل لي بطريقه الرسم يا اما تحل لي بطريقه المعادلات. انا هحل لك المساله دلوقتي بالطريقتين، شرحنا طريقه دي ان انا ارسم ادي البي وادي الكيو واقفل بالترابيزويد ميثود، يعني اقفل الباراليلوجرام
واجيب المحصلة بتاعتها واقيس البي واقيس الكيو وارسم المواجهات ليهم بنفس القياس واقيس المحصلة تبقى هي دي مقدار المحصلة، او ان انا ارسم اقفلهم تريانجل مثلث وابتدي اشتغل على اللو اوف كوزاينز واللو اوف ساين وابتدي اقفل المثلث وابتدي اطبق قانون اللو اوف كوزاينز واللو اوف ساينز عشان اجيب المحصله واجيب اي زوايا ناقصه. تعالوا نحل المثال. ادي المثال بتاعنا عشان طولكم تاني تحت صغير اهو عشان نقدر نبقى شايفينه يعني واحنا بنشتغل. اول حاجه الجرافيكال سوليوشن اللي هي طريقه الرسم، اطبق فيها حاجتين. الجرافيكال سوليوشن لوحدها فيها طريقتين، يا اما باراليلوجرام يا اما تريانجل يا اما الترابيزويد، يعني الميثود اللي هي اقفل الباراليلوجرام يا اما اقفل تريانجل مثلث. طيب نيجي نشوف متوازي الاضلاع ده. جرافيكال سوليوشن ا باراليلوجرام with sides equal to p and q is drawn to scale، يعني هرسم b 40 نيوتن وq 60 نيوتن. ادي بي اللي بتميل على الافق بزاويه 20 درجه مقدارها 40 نيوتن، ومنها ارسم الثانيه اللي بتميل عليها ب 25 درجه بمقدار 60 نيوتن، يعني 60 ملم و40 ملم. رسمته، اجي من هنا واعمل موازي لل 60 ملم بمقدار 60 ملم تاني، ومن هنا اعمل موازي لل 40 ملم ب 40 ملم تاني. فهمتوا؟ يعني دي كيو 40 60 ودي 60 موازيه ليها، ودي 40 ودي 40 موازيه ليها. يعني من الافقي من الهوريزونتال هرسم بي اللي هي مايله بزاويه 20، وبعدين اميل الكيو عليها او اميل الكيو من على الافقي ب 45، يبقى على الافقي 45 درجه. ادي الكيو رسمتها، الكيو اهي، وارسم موازي للبي وموازي للكيو بنفس مقدارها 40 ملم و60 ملم. تمام، خلاص قفلت البراليلوجرام. ابتدي اعمل الدياجونال، القطر بتاعه يبقى هو ده الريزلتنت فورس. قيس انت قايس دي ب 60 و60 قصادها، وقايس دي 40 ملم و40 ملم قصادها. خد بالك ان السكيل بتاعك في الرسم اللي هو سكيل يعني مقياس الرسم بتاعك، ان كل ملي انت طبقت دلوقتي ان كل نيوتن وكل واحد نيوتن هتبقى 1 مليمتر. تمام، يعني 60 نيوتن ب 60 مليمتر. يبقى لما اقيس الريزلتنت فورس المحصله والاقيها 98 مليمتر، يبقى هي 98 نيوتن. واقيس الزاويه اللي هي زاوية ميل الريزلتنت المحصلة دي على الهوريزونتال هتديني 35 درجة. ده تمام قوي. حد مش فاهم؟ اللي مش فاهم يرجع الصوت ويسمعها تاني ويفهمها كويس. يبقى the magnitude and direction of the resultant or of the diagonal، يبقى المقدار والاتجاه بتاع الريزلتنت فورس او الدياجونال او القطر بتاع الباراليلوجرام ار ميجرد، هقيسها. لما اقيسها هتطلع لي ب 98 ملم اللي هي 98 نيوتن، واقيس دي كده الماجنتيود ودي كده الدايركشن اتجاهها. يعني ايه؟ يعني اتجاهها بزاويه 35 على الهوريزونتال على الافق. برضو ما زلت في الجرافيكال سوليوشن عشان اشرح لك الطريقه الثانيه اللي هي طريقه التريانجل ميثود. ادي عندي ادي البي مقدارها 40، وادي الكيو بتميل على البي بزاويه 25. ادي البي بتميل على الافق ب 20، يبقى اجي من افقي وارسم من الهوريزونتال ارسم على زاويه 20 مقدار البي هو 40 ملم، ومن البي ارسم الكيو عليها اللي هي مقدارها 60 نيوتن. هرسم الكيو اللي هي مقدارها 60 نيوتن يعني 60 ملم بتميل على اتجاه البي. بصوا اتجاه البي ده بتميل عليه بزاويه 25، او بتميل من هنا كده بزاويه مقدارها كام؟ يعني الزاويه الداخليه دي هتبقى كام؟ هتبقى 180 ماينس ال 25 درجه، يعني 155 درجه. اتجاه البي اهو، اتجاه الكيو اهو، مايله على امتداد البي، مايله على يعني مد البي بالراحه كده بالقلم والرصاص. انت لازم ترسم الكلام ده تسكيل وتدرب ايدك عليه، لازم تدرب ايه يعني. بعد ما انا اخلص المحاضره دي حل المساله بايدك تاني، هات ورقه وقلم وارسمها.
امتداد البيئة اهو، الكيو مايلة عليه بزاوية اهي 25 درجة. يبقى الزاوية الداخلية للمثلث دي كام؟ 155، اللي هي ايه؟ 180 درجة ناقص ال25 درجة اللي بين البي والكيو، تبقى 155 درجة. بمقدار الكيو وقفت هنا كده اخرها، يبقى ارسم الدياجونال بتاع المثلث هنا بتاع التريانجل، هو ده الريزلتنت فورس. هقيسها هلاقيها برضو 98 نيوتن. طب لو طلعت دي غير دي، لو طلعت دي غير دي بنسبة ضئيلة، يعني الاختلاف ضئيل، يعني مثلا دي 98 ودي 97 او 99، مش مشكلة، او 98.5 97.5 مش مشكلة، فرقت حاجة بسيطة وانت بترسم. انما لو طلع اكتر من كده او اقل من كده الفرق، يبقى بكتير يعني، يبقى انت في حاجة في رسمك غلط، ايدك اتشفتت شوية، ترحلت شوية، وهكذا. تمام. والفا هي زاوية ميلر المحصلة على الافقي، هتلاقيها برضو 35 درجة. ده كان اول طريقة حل اللي هي الجرافيكال سوليوشن او الجرافيكال ميثود. نيجي للتراينومتريك سوليوشن. تراينومتريك سوليوشن هي الطريقة اللي بطبق فيها التريانجل رول، اللي هي اللو اوف كوزاينس واللو اوف ساينس. يعني ايه؟ يعني انا المثلث ده اللي انا رسمه هنا اهو، مش عايز تقيس، خلاص براحتك ما تقيسش، او قيس وقول لي ان، او ما تقيسش وقول لي ان الار هتساوي السكوير روت لبي سكوير بلس كيو سكوير ماينس 2 بي كيو كوزاين بيتا. الار مطلقه هتساوي الجذر التربيعي للكلام ده، او الار سكوير هتساوي الكلام ده، وبعد كده هات الجذر، هات الروت على الكالكوليتر مش مشكله. يبقى البي ب 40 نيوتن سكوير بلس الكيو ب 60 نيوتن سكوير ماينس 2 بي 40 كيو 60 كوزاين بيتا اللي هي كوزاين 155. جت منين؟ اهي انا كنت شرحها لك على المثلث هناك وهعيدها لك هنا تاني. قلنا ان الكيو بتميل على البي بزاويه 25 درجه، يبقى الزاويه اللي جوه دي هي 180 ماينس ال 25، يعني كوزاين 155 درجه. من هنا كده بص، قلت لك الفرق لو طلع صغير مش مشكله. طلعت الار ب 97.73 والار هنا كانت ب 98، مش مشكلة خالص، 3% النتيجة، 3% النتيجة مش مشكلة، 3/10 الفرق في النتائج مش مشكلة خالص. ده قانون الكوزاين. أطبق قانون الساين بقى عشان أجيب الألفا. أنا كده جبت الآر، عايز أجيب ألفا. From the law of sines قلنا إن ساين كل زاوية على الضلع المقابل ليها، ساين A على الضلع المقابل ليها اللي هو كيو بيساوي ساين بي على الضلع المقابل ليها اللي هو ار. في ترم ثالث بس خلاص مش محتاجه يعني. طيب انا محتاج، انا محتاج ده عشان اقول ساين بي اللي انا عايز اجيب الالف، مقدار الالف. يبقى ساين ايه من هنا كده هتساوي لي ساين بي في كيو على ار، ساين بي اللي هي ساين 155 في كيو اللي هي 60 على الار اللي انت لسه مطلعها ب 97. من هنا كده زاويه ايه هتساوي لي ساين ماينس 1 الكلام ده، يبقى زاويه ايه هتساوي 15 درجه. زاويه ايه اللي هي اللي بين الضلع الازرق والضلع الاحمر هتساوي 15 درجه 0.04. طب 15 درجه وانا عندي الزاويه، زاويه ميل الضلع ده البي على الافق كانت 20 اهي، الزاويه دي 20، يبقى 20 زائد ال 15 اللي انت مطلعهم اللي هم زاويه ايه نفسها، يبقى 35. 15 و20 35 درجه. كده اتحلت المساله بالطريقتين، الالفا الار ب 98 تقريبا اهي 97 وشويه يعني 98، والالفا ب 35 درجه، مش مهم الاربعه فين، هي دي مش شغلانه يعني. يبقى ادي الار ب 98 والالفا، وهنا كده الار والالفا، وهنا كده الار والالفا، الثلاثه زي بعض. يبقى انا حليت بالتراينومتريك سوليوشن اللي هو باللو اوف ساين والكوزاين، لازم ابقى راسم لهم المثلث كويس جدا وبرسم دقيق وبسكيل دقيق. تمام. وهنا حليت بالجرافيكال ميثود، لازم اكون راسم برده كويس وبسكيل دقيق علشان اقدر اطلع قيمه المحصله مقدارا واتجاهها، ماجنيتيود اند دايركشن، ماجنيتيود اند دايركشن، ماجنيتيود اند دايركشن. كده تكون خلصت مسالتنا. ناخد اكزامبل تاني. ناخد اكزامبل 2.
A barge is pulled by two tugboats. يعني أنا عندي بارج، سفينة مثلا كبيرة أو سفينة محملة حمل تقيل. Pulled by two tugboats، يعني أنا رابط فيها اتنين tugboats. tugboat ده اللي هو البوت، المركب اللي بيجر أو بيساعد في حركتها يعني. فهي بتتشد عن طريق التو بوتس دول او التو تاك بوتس دول. طيب يبقى انا عندي فورس في الاولاني وفورس في التاني، ده بيشدها بفورس معينه وده بيشدها بفورس معينه. ما اقدرش اقول ان هما متساويين طبعا، لان لا زواياهم واحده ولا اطوالهم يعني واحده. بس لما بيكون في حاله شد او تنشن يعني بسميه تي، ومش بسميه اف، مش بسميه فورس. ما بقولش ان هو فوق بيتشد بفورس، بيتشد بتنشن، بمقدار قوه شد اسمها تي. يعني هرمز هنا بتي 1 عند نقطه A وعند نقطه C بتي 2. تي 1 بتميل على الافق بزاويه 30 درجه، وتي 2 بتميل على الافق بزاويه الفا اللي انا مش عارف مقدارها كام. طيب لو ان الريزلت هو مش مديني قيمه التي 1 والتي 2، بالعكس هو طالبهم. If the resultant of the two forces exerted by the tugboats is 5000 pound force، هي pound بس F دي ترمز لفورس يعني. يعني مقدار الريزلتنت بتاعتهم، المحصلة بتاعتهم 5000 pound directed along the axis of the barge، يعني واتجاهها ناحية الاكس بتاع البارج، اتجاهها كده البارج اهو اتجاهه كده ماشي كده طبعا، يبقى الاكس المحور بتاعه هو ده نفس اتجاه الار الريزلتنت فورس. ديترماين نمبر ايه، خلينا ناخد دلوقتي نمبر ايه بس. ذا تنشن ان ايتش اوف ذا روبز، يعني الشد اللي في الروب الاولاني والشد اللي في الروب الثاني. فور الفا ايكوال 45 درجه، لو ان الفا دي بتساوي 45 درجه. يعني انا عندي ايه دلوقتي؟ عندي محصله في الاتجاه ده مقدارها 5000 باوند، وعندي 30 درجة ده بيميلوا على الأفقي، و45 درجة الروب نمبر 2 بيميلوا على الأفقي. يبقى أنا محتاجة أجيب تي 1 وتي 2، نشوف تي 1 بكام وتي 2 بكام. يعني نمبر ايه، أنا عايز أجيب التنشن ان اتش روبس لما كانت ألفا بتساوي 45 درجة، ده المطلوب الأولاني أهو. طيب هو قال لي إني أنا مش هرسم أي حاجة، أنا هرسم أول حاجة، امشي معايا ستيب باي ستيب. أول حاجة من نقطة بي اللي هي من عند البرج، من نقطة دي المحصلة في نفس اتجاه البرج في نفس الاكس بتاعه ومقدارها 5000، يبقى انا بالقلم والرصاص اقوم قايس ال 5000 باوند دول. شوف انت هترسمهم ايه، ارسمهم 50 مللي مثلا، يبقى انت كل واحد مللي ب 100 باوند، كل واحد مللي هيبقى ب 100 باوند، انت هترسم 50 مللي يعني 5 سنتيمتر. ما بنتكلمش بالسنتي خالص، بنتكلم بالمليمتر. اكيد خدتوا رسم دروينج، انجينيرنج دروينج، رسم هندسي، وعارفين ان كل كلامكم بعد كده هيبقى بالمليمتر، مفيش حاجه اسمها سنتيمتر. يبقى هترسم 50 مليمتر اللي هم مقدارهم 5000 باوند. خليك فاكر مقدار الرسم، السكيل بتاع الرسم، علشان يبقى انا كده قسمت على 100 عشان ارسم، يبقى اي نتيجه هقيسها هضربها في 100 عشان احطها هنا. تمام. وارسم تي 1 مايلة عليه بزاوية 30، بس انا مش عارف مقدارها كام. هرسم تي 1 مايلة بزاوية 30 درجة وطويلة، اي مقدار انا مش عارف. وتي 2 مايلة بزاوية الفا اللي هي 45 ديجري 45 درجة، ارسم تي 2 برضو مش عارف لحد فين. تمام. بعد كده من عند اخر ال 5000 اللي هم ال 50 مليمتر اللي انت رسمهم، ارسم موازي لتي 2، مش عارف مقداره لكن عارف الزاويه اللي هي زاويه 45 اهي على الافقي، يبقى مايل بزاويه 45 على الافقي، ادي تي 2. وقت ما يقابل تي 1 يبقى ده مقدار التي 1. وارسم موازي للتي 1 بزاويه، ادي تي 1 اهي بزاويه 30 على الافقي، زاويه 30 على المحصله اللي هي في اتجاه الهوريزونتال الافقي، يبقى موازي لتي 1 بمقدار انا مش عارفه هيترسم هنا كده بزاويه مقدارها 30 ديجري لحد ما يقطع لي تي 2. خلاص يبقى انا عرفت ان مقدار تي 2 هنا، امسح الزياده، وعرفت ان مقدار الماجنتيود بتاع تي 1 لحد هنا وامسح الزياده. اعيد تاني ولا انت ترجع الفويس عشان لو حابب تفهم اكتر او يعني تعيد الشرح تاني؟ خلاص بما انك راسم دي 50 ملم، قيس دي اس تي 1 هتديك 37 ملم.
اضربها في 100 تديني 3700 باوند، باوند فورس يعني مقدار الفورس يوصل، لكن هي اسمها 3700 باوند. واقيس مقدار الماجنتيود بتاع التي 2 هلاقيها 26 ملم، اضربها في 100 هتديني 2600 باوند فورس. باوند دي قلت لكم قبل كده يعني رطل، وده النظام الامريكان. يبقى ادي مقدار الماجنتيود بتاع التي 1 والماجنتيود بتاع التي 2، وانا جيفن مديني معطى الماجنتيود بتاع الريزلتنت المحصله، والدايركشن بتاعها قال لي ان هي في نفس اتجاه البرج، يعني في الاتجاه الهوريزونتال، لان البرج بتمشي ناحيه الهوريزونتال. طيب انا ليه ضربت في 100 قبل ما بعد ما طلعت النتيجه تاني؟ لان في معظم يعني كلنا رسمين ال 5000 باوند دول رسمينهم 50 ملم، يعني قاسمين على 100، يبقى اي نتيجه هنا مرسومه فهي مقسومه على 100، فلما اجي احط قيمتها هضربها في 100 عشان اطلع قيمتها الفعليه الحقيقيه. دي كانت طريقه الجرافيكال سوليوشن اولا بالباراليلوجرام. قفلت الباراليلوجرام وطلعت التي 1 والتي 2 اللي هو الشد في الحبل الاولاني والشد في الروب الثاني، ليه مقدار الاف 1 والاف 2 بس اتفقنا ان هنسميها تي 1 وتي 2 لان عندنا شد. طيب برضو ما زلت في الجرافيكال ميثود، هحل بالتريانجل رول عشان ااكد على حلي بس مش اكتر. طبعا في المساله الاولى اللي شرحناها من شويه الاكزامبل 1 كانت النتيجه صغيره، فكان الفرق في الايرور، الفرق في النتائج صغير ان انا احل بطريقه والطريقه تانية. هنا عشان النتائج بالالف فهيبقى الفرق كبير شويه، مفيش مشكله برضه. الترينومتريك سوليوشن تاني حاجه الترينجل ميثود او الترينجل رول، احل بطريقه الساين لو. طيب انا برضو لسه برسم من الاول، سيبك من الرسمه دي هرسمها لك انا واحد خطوه خطوه دلوقتي. ادي من عند نقطه بي مش عارف حاجه غير المحصله ومقدار الزاويتين، مش عارف حاجه غير المحصله اللي هي 5000 باوند يعني 50 ملم. تمام، انا مش كنت برسم من هنا كده تي 2 لو انا عارفه هرسم تي 2 ومنه من عند نهايته هرسم تي 1 بمقدارها وباتجاهها. ادي ادي اتجاه التي 1 اهي، اقوم راسمها هنا. طب خلاص انا عندي المحصله اللي انا عارفها، هرسم منها تي 2 اهي، ادي هنا كده مقدار المحصله، هرسم منها تي 2 بمقدار انا مش عارفه لكن بزاويه عارفها الفا اللي هو مديها لي 45، هرسم تي 2 كبيره انا مش عارف هي كام، وتي 1 هرسمها من المحصله من نهايه المحصله من نهايه الريزلتنت فورس من نهايتها نهايه ال 50 باوند هرسم تي 1 بزاويه 30 ولكن مش عارف مقدار التي 1 كام لحد ما يتقاطعوا هنا في نقطه. يبقى هي دي اللي قفلت لي مقدار التي 2 وقفلت لي الماجنتيود بتاعه التي 1، هلاقيها 3660 وتي 2 ب 2590. 3660 من 3700 برضو الفرق مش كبير، ايرور او خطا بسيط مسموح بيه. وهنا من 2600 ل 2590 برضو 1 من 1000، نسبة الخطأ هنا 1 من 1000، فمش هتفرق، او 1 من 100 تقريبا، فمش هتفرق كتير يعني الايرور 1%، لكني برضو طلعت تي 1 وتي 2. ما طلعتهمش بالميجر بالقياس، طلعتهم بالكالكوليشن. يعني تي 1 على ساين 45 هتساوي تي 2 على ساين الزاوية اللي قصادها اللي هي 30 هتساوي ال 5000 على ساين ال 105. ال 105 دي جت منين؟ احنا قلنا ان دي ادي تي 2 هرسم تي 1 عليها بمقدار الزاويتين اللي بينهم اللي هم 30 و45، يعني الزاويه دي اللي بره 75، يبقى اللي جوه كام؟ 180 ماينس ال 75، 75 هنا كده، دي الزاويه دي 75، يبقى اللي جوه 180 ماينس 75 يعني 105 درجه. تمام، يبقى ال 5000 باوند على ساين 105. خد تي 2 مره مع الترم ده عشان تطلع لي قيمه تي 2، وخد تي عشان هتبقى هي تي 2 هي الوحيده المجهوله، وخد تي 1 مره قصاد دي مع دي، وخد تي 1 على ساين 45 بتساوي ال 5000 على ساين 105، كل ده معلوم ودي معلومه، يبقى هتجيب قيمه التي 1 وكذلك تي 2، واتحلت المساله.
او تحل نمبر ايه. يبقى انا كده جبت نمبر ايه بطريقه الجرافيكال ونمبر ايه بطريقه الساين لو عشان اقدر اقارن بس بين حلي واتاكد ان انا حلي ده كان صح. او لو حليت بده الاول اجيب ده عشان اقدر اتاكد ان حلي كان صح. طيب نمبر بي the value of alpha. الفا اللي هو كان مديها لي هنا ب 45 لا هي مجهوله دلوقتي. يبقى انا عندي ايه اللي معلوم؟ عندي ال 5000 الريزلتنت فورس مقدارها واتجاهها، وعندي تي 1 مش عارف مقداره لكن مايل بزاويه 30، وتي 2 مش عارف مقداره ومايل بزاويه انا مش عارفها اسمها الفا هو طالبها دلوقتي. يبقى عايز قيمه الفاليو او عايز الفاليو اوف الزاويه الفا فور ويتش ذا 10، لكن لازم يديني معلومه تطلع لي الحل، لان كده هيبقى عندي نمبر اوف انون عدد المجاهيل كتير. which the tension in rope 2 is minimum. التنشن في الحبل ده اقل قيمه، اقل فاليو هتكون. طب ايه هي الفاليو الاقل؟ هنشوف دلوقتي. انا ما عنديش اي حاجه عارفها غير ال 5000 باوند. ادي المحصله 5000 باوند، ادي نقطه بي اهي وراسم منها المحصله ال 5000 باوند. طيب بيقول لي ان تي 1 وتي 2 ان تي 2 عندي اقل مقدار، تي 2 اقل مقدار. طيب تعالى نرسم تي 1 اللي هي الخط 1 1 داش ده 1 1 داش بزاويه تي 1 مش عارفها بكام لكن عارف زاويتها 30، يبقى ارسم بزاويه 30 او مرسم تي 1 طويله كده اللي هي 1 1 داش دي. تي 2 ارسم بقى شويه تي 2 كده راندم عشوائي، تي 2 تي 2 ادي واحده ادي 2 ادي 3 ادي 4 ارسم كمان واحده. فين الكي؟ فين مفتاح الحل؟ قال لي ان تي 2 هي اقل فاليو. ادي المحصله اترسمت، وادي تي 1 مش عارف مقدارها لكن عارف اتجاهها 30 فراسمها طويله لحد ما اعرف مقدارها كام. قيس تي 2 دي، اي تي 2 عشوائي ارسم عشوائي بزوايا عشوائيه كده، هتلاقي دي طويله تي 2 دي كبيره ومقدار تي 2 دي كبيره. طب ولو رسمت واحده هنا هتلاقيها برضو كبيره. قيس كل تي 2 بالمسطره اللي انت راسمهم، هتلاقي ان اقل تي 2 هي دي. مين دي؟ اللي عامله زاويه قائمه على تي 1، اللي عامله رايت انجل تي 1 سوري تي 1 اللي عامله رايت انجل على تي 2. لا انا اتلخبطت معلش، تي 2 اللي عامله رايت انجل على تي 1، الخط 1 1 ده هو تي 1 والاتنينات الكتير دي هي خطوط كتيره لتي 2 بنجرب منها. هو قال لي ان الشرط او الكي مفتاح الحل عندك ان الروب 2 التنشن فيه الشد فيه از مينيمم. يبقى اقل شد هنا كام؟ ارسم ادي شد تي 2 وادي تي 2 وادي تي 2 وادي تي، ارسم 5 6 زي ما انت عايز. انت قاعد دلوقتي ماسك القلم والمسطره وبتجرب ورايا، هتلاقي ان اقل مقدار اقل فاليو لتي 2 هي ده. مين دي؟ اللي عامله رايت انجل مع تي 1، اللي عامله زاويه قائمه مع تي 1. يبقى خلاص كده اقفل امسح الباقي وتبقى دي تي 2 وتبقى دي بس هي مقدار التي 1. التي 1 اللي راسمها بزاويه 30 ولسه مش عارف الماجنتيود بتاعتها مقدارها، والتي 2 اللي انا راسمها بزاويه مايله 90 على التي 1 ومش عارف برضو الماجنتيود بتاعتها عشان عايز اجيب قيمه الفا. مين الفا؟ الزاويه بين التي 2 والمحصله، الزاويه بين تي 2 وبين المحصله. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا. طيب من هنا كده هقيس تي 2 مقدارها كام، ومن هنا كده هقيس تي 1 مقدارها كام واطلعهم، او اقول ان التي 2 بتساوي 5000 ساين 30 على اساس ان ده مثلث قائم الزاويه. ساين 30 بيساوي ايه؟ المقابل على الوتر، المقابل تي 2. اذا المقابل تي 2 هيساوي الوتر في ساين الزاويه اللي هو 5000 ساين 30، ادي تي 2. طب وتي 1 ده مثلث قائم الزاويه. ارشميدس بتقول لي ايه؟ ان ال ساين الفا او سوري كوزاين الزاويه دي بيساوي المجاور على الوتر. اذا كوزاين 30 بيساوي تي 1 على ال 5000، اذا التي 1 بيساوي 5000 كوزاين 30، التي 1 بيساوي ال 5000 كوزاين 30 هيساوي 4330 باوند فورس، وهكذا برضو 5000 ساين 30 هيساوي 2500 باوند فورس لان ساين 30 بنص، يبقى نص الكلام ده 2500. طيب ومن هنا
الفا دي هتساوي لي كام؟ مش ده 90؟ يبقى الاثنين دول المفروض مجموعهم 90، لان ده مثلث المفروض 180 درجه. يبقى الفا زائد 30 بيساوي 90، يبقى الفا بيساوي 60 درجه. او قول ان الفا هتساوي ال 180 درجه ناقص 30 ناقص 90، يبقى هتساوي برضو ال 60 درجه.